الدراري حيت تعجبني المنظر. انسان تيبدل الجو مع الصيام مع رمضان، و تنقول المغاربه كاملين مبروك العواشر، والله يجعلها لهم مغفره الدون برشا. تقولوا لك شي حاجه؟ الاجواء تكون يعني مريحه والواحد خصو يحس بالراحه. عطينا كما كتشوف دابا بنادم كيخرج في المغرب هنا كيخرج يفطر باش يحس بالراحه، وهذه ديك الصداع ديال المدينه وهذه تنعرف، كيخرج باش يريح يفطر مطمئن مع الراس ديالو، والحمد لله يمشي يصلي التراويح وهو هاني مع راسو. هذا هي جبرتي كيف ما شفتي دابا الاجواء رمضان والناس كتخرج تفطر برا، حنا تجمعنا مع الدراري الحومه العائله ديالنا فهمتي، جمعنا بعطيسنا وخرجنا نفطروا هنا في اسقر، وكما شفتي هنا الناس مجموعه بزاف فهمتي، وفطور كيكون مزيان هنا فهمتي. وشكرا. سما كنجيو نفطروا هنا في اسقر اجواء رمضانيه، كنجي نفطرو حيت الاجواء هنايا بارده وفهمتي العائلات كيجيو يفطرو هنايا كل شهر رمضان كنجي نفطرو هنا حيت الجو مزيون هنايا وفهمتي، وكتجي على الجاد بحار فهمتي بروده فهمتي وسي اللي كاين. تبارك الله عليك. كيفاش تدخل انت تفطر معنا؟ لا فهمتي كنجيو نبدلو الجو، كنبدلو ديك الروتين ديال الحومه والدار، كنجيو مع الدراري وكنتجمعو تينا كتعرف هاد الشهر مبارك مع عند الله، كنتجمعو مع الدراري و فهمتي سير الله مع الدراري فهمتي، اصلا البلاصه مزيونه فهمتي، كتفوج على بنادم كتفوج فهم، كتجي المهم كتبدل ديك الروتين ديال الحومه بزاف. نتلاقاو مع الصحاب والحباب مع هذا المنظر مزيون، كان بحال كيف ما كتشوفوا كان مختلف مأكولات، كنجلسوا عليها الشهيوات شويه هيدا شويه هيدا. ايوا وبغيت نقول في هذا الشهر المبارك الكريم الله يجعله مغفره للذنوب ديالنا ان شاء الله، والله يجعلنا دائما احباب واصحاب. حنايا ماشي اليوم عاد كنجيو لهنا، حنايا من دائما كل عام كنجيو لهنا نفطروا، لحقاش الجو هنايا مزيون، وكنشاهدوا يعني اللحظات ديال الغروب هنايا، ومنا كنهرسوا الروتين ديال الخدمه ودال الدار. بانورامي البحر والغروب والشجار والطبيعه، ومنا باش كنهرسوا الروتين عاوتاني، الروتين ديال الخدمه سيمانه كامله الخدمه انتينا كتشوف، كنجمعوا مع الدراري وكنجمعوا هذا الشيء، فطروا مع بعضياتنا والجو ديال الفطور. داكشي اللي بغينا باش تقول واش درتي عظام واش درتي لحمه.